قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الهدف من بعثة الأنبياء هو إسعاد الإنسان دنيا وآخرة، هو هذا الهدف. الله خلقنا ما يريد يعذبني، الله خلقنا حتى يرحمني يتلطف علينا، واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شنو أبرز صفات الله؟ الرحمن الرحيم، صحيح. الله خلقنا يبي يرحمنا، زين. والله بعث الرسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. الرسول رحمة للعالم. احنا مو جايين للدنيا هاي للنزاع والعراك وسفك الدماء وهتك الأعراض والسرقات، لا، احنا جايين حتى نعيش حياة سعيدة طيبة فيها تعاون محبة، زين، إيثار، تضحية، ها، هو تعارف، هو زين. مولاي الجليل، الله خلقنا بيرحمنا حتى احنا نعيش سعداء. هذا تحقيق هالسعادة يبي لها منهج، يبي لها منهج، يبي لها قانون، صحيح. انت جيت طلعت من بطن امك ما تعرف شيء. هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. انت يريد لك منهج تسير عليه، هذا المنهج اذا صرت عليه وطبقته تصير سعيد دنيا واخره. هذا المنهج شنو المنهج؟ الله سبحانه وتعالى انزله لنا في صورة شرائع. كل زمان مرعى البشر يعيش في الظرف خاص، على أيام النبي إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، هالبشر ذي يمر بمراحل معينة فيحتاج منهج معين يتناسب مع وضعه، إلى أن وصل دور إلى خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وسلم على محمد. فالله سبحانه وتعالى أنزل لنا الشرائع في صورة قرآن، هذا القرآن الكريم. هذا القرآن أنزله على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن هذا يحتاج لتوضيح، يحتاج لتفسير. يعني مثلا الآن بالقرآن، زين، أكو عدة أوامر، زين، مثل أقيموا الصلاة، بس شقد الصلاة هاي كم ركعة؟ ما موضح، زين، الكيفية ما موضح، شلون أصلي تكبيرة الإحرام أول؟ لا، ما موضح. فمن اللي يوضح لي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. زين، شلون أحج؟ ها، الطواف كم؟ 7، 10، 8، السعي بين الصفا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يوضح لي، يوضح لي المنهج. زين، أنا كإنسان حتى أحصل على السعادة الدنيوية والأخروية، هذا المنهج المتمثل بالقرآن والذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لازم شنو يعالج إياي؟ شنو أنا شنو أحتاج حتى أصير سعيد؟ شنو أحتاج؟
أنا لازم أعرف شنو أحتاج بالضبط زين حتى أنطلق. زين شنو أنا أحتاج حتى أصير سعيد في الدنيا والآخرة؟ شنو أحتاج؟ لازم أنا أجي أدرس نفسي شنو أحتاج. زين أنت قبل الله تدرس نفسك إلا خلقك هو يعرفك زين، يعرف أنت البشر شنو تحتاج حتى تصير سعيد. ولهذا إحنا من أؤمن بالقوانين الوضعية لإسعاد الإنسان. ليش؟ لأن القانون الوضعي من اللي خلاه؟ اللي خلاه بشر عادي. والإنسان البشر العادي مهما أوتي من كمال بالعقل وبالفكر ومن الحضارة وتطور، ما ممكن يصيغ قانون يتناسب مع جميع جوانب هذا الإنسان حتى يصير سعيد. ليش؟ لأن هذا واضع القانون ناقص. ممكن يتأثر بالطبقية مالته، بالعنصرية مالته، بجماعته، بأطباعه، بعادات، بتقاليد، ممكن يتأثر بهذا النية وتنصب على قوالبه القانونية. زين، علاوة على ذلك أن هذا الإنسان ما يعرف البشر، يعني أنت ما تعرف نفسك، أنت مجهول. أكو كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول. أنت لحد الآن ما تعرف شنو أنت بالضبط. يعني بعض أوقات أنت حين تفتر هنا بالبحرين جاي له الشارع هذا، فد مرة يقول فد هاجس يجيك، لا بهالشارع لا تروح، روح بالشارع الثاني. تروح للشارع الثاني بعد تغير فكرك تروح شارع آخر. هذا شنو هذا؟ من اللي قاعد يحركك أنت ما تدري. زين، فالإنسان هو ما لحد الآن ما قاعد يعرف شنو أبعاد الروحية الفكرية الجسدية. فذا الإنسان إذا يريد يخلي قانون هو ما عنده إلمام كامل بالنفس البشرية، فلهذا ما ممكن يخلي قانون. فمن اللي يقدر يخلي لنا قانون صحيح وكامل وسليم؟ هو خالق النفس البشرية. فخالق النفس البشرية هو أعرف بهذه النفس، فإذا وضع قانون حتما ده القانون بيكون صحيح ومتناسب. فمن اللي يخلي لنا القانون؟ هو الله عز وجل. شوان وين خلي القانون؟ بالقرآن. زين، أنا الآن الله خلى لي قانون بالقرآن، هذه السعادة اللي أريدها أنا شنو تعالج عندي؟ خلي أشوف ده الإنسان متركب من شنو. الإنسان متركب من روح وبدن، من روح وبدن. هذا حن البدن الظاهري، عين وأنف وشعر ويد، هذا البدن. بس أكو شي اسمه روح هو اللي يحرك هالبدن. في شي اسمه عقل، في شي اسمه فهم، في شي اسمه ذهن. زين، في شي اسمه مشاعر، أحاسيس، عواطف. واضح؟ هذه الروح موجودة عند الإنسان. الإنسان مركب من بدن وروح. ف السعادة إذا أنا أريد أحصلها أيها البشر، لازم أدرس شنو حاجات الروح وشنو حاجات البدن. زين، فلازم القرآن الكريم الرسول المصطفى يجي يعالج عندي حاجات روح وحاجات بدن. فإذا أنا عالجت عندي حالات الروح وحالات البدن بشكل معتدل وعقلائي ومن دون إفراط ولا تفريط، أحصل على السعادة المطلوبة. زين، السعادة هذه تتحصل بإشباع حاجات الروح وحاجات البدن بشكل متعادل ومن دون إفراط ولا شنو تفريط. ولهذا في القرآن شنو قال؟ وجعلناكم أمة شنو؟ وسطا. وسطا. زين، فأنا قبل شيء وبعده لازم أغطي عندي حاجات البدن وحاجات الروح. زين، خلنا نشوف القرآن وين غطى لي حاجات البدن وين غطى لي حاجات الروح. حاجة البدن شنو؟ أريد أكل، صحيح؟ أريد أشرب، عندي حاجة جنسية، عندي حاجة للنظافة والتزين. هذني غطاها لي القرآن، قال كلوا واشربوا، صحيح؟ بس عاد حدد لي شقد أكل شقد أشرب، لأن أنت الأكل والشرب هاي قضاء الحاجات لازم تكون ضمن إطار وآداب وسنن معينة، لازم ما تتجاوز الحد، لأن إذا تجاوزت الحد شنو؟ انقلبت النتيجة بالضد.
فلما قال كلوا واشربوا قال بعدين شنو؟ ولا تسرفوا. فكأن الإسراف يخرب الشغلة كله. هذا واحد. زين كلوا واشربوا. أكل شنو؟ هواية أشياء موجودة للأكل. حيوانات هواية موجودة للأكل. ما قال كل شيء تأكل، لا مو مطلقة، لا قال كلوا من طيباتي ما رزقناكم، من الطيبات. ولهذا عندنا من أحد أهداف الرسول الذين يتبعون النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل، شقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم شنو؟ الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. فإجي عندي نظم عندي وشنو أكل؟ أكو أشياء منصوص عليها بالأكل. أكل السمك، مو أي سمك إلا ليه فلس. زين إجي حدد لي مناطق الأكل والشرب. أكو أشياء مشروبات حرام مثل الخمر، النبيذ، الأشياء الضارة. المهم أنا هاي نظمها لي، لازم أروح أطالع أقرأ حتى أعرف شنو أكل شنو أشرب. شنو حاجة الجسد بعد؟ الجسد بحاجة إلى إشباع غرائز معينة، منها الغريزة الجنسية. زين حدد لي، قال لي الزنا حرام، اللواط حرام، العادة السرية حرام، كل أنواع الشذوذ الجنسي حرام، تقبيل الغلام بشهوة حرام، الخلوة مع المرأة الأجنبية بحيث تغلق الأبواب ويخاف عليكم الفتنة وماكو صبي مميز بالبين حرام. إجا يريد يعالج عند الغريزة، سوى قال أكو أشياء حرام وأشياء حلال. أنت مو صحيح تلغي الغريزة، أنا ما خلقتك حتى تلغي الغريزة وتصل لي رهبانية، ما عندنا رهبانية بالإسلام. زين ومو صحيح هم تطلق العنان للغريزة، والله شلون ما تريد، تريد تشبع الغريزة شلون ما تريد، لا ما يصير شلون ما تريد. قال أنا موافق يجب إشباع هاي الغريزة بس بطريق صحيح ومشروع ولا ضرر ولا ضرار. فأباح لي النكاح، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، صحيح؟ واحدة ما تكفيك، قال وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثا ورباع، فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة. هنا بعد اشترط العدالة في البين، إجا وضح لي وهكذا، فغطى لي حاجة الجنس. بعد أنا أريدك شيخ، أريد أزين، تمام؟ قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. شنو قال لي؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الزين واشتر طيب، لا إسراف في الطيب. وهو نفسه يقول أحب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة، صحيح؟ قال لي الطيب. قال لي بعد شنو؟ قال قلم أظافرك، ومستحب تبدأ من الخنصر الأيسر وتختم بالأيمن. وقال لي بعد متى تقلم أظافرك؟ يوم الخميس، يوم الجمعة. زين مستحب الإنسان يزيل الشعر الزائد ببعض المناطق. قاعد يأكد لي على قضايا نظافة، خصوصا كل 15 يوم مستحب الإنسان يزيل الشعر الزائد. إجا وضع لي قانون نظافة شخصية، غسل عندي، عندي غسل جنابة، غسل حيض، غسل نفاس، رتب لي، أكو ترتيبي، أكو ارتماسي. يعني شنو؟ اهتم ببدني، اهتم بنظافتي الشخصية. زين قال ثلاث أشياء لا اشتراك فيها، المشط والمسواك والمنشفة. هاي ليصير مشتركات، يعني مسواكك لا تنطي غيرك، المشط مالك لا تنطي غيرك استعمله، كذلك المنشفة. اجي حدد إلي، يعني ما خلقني وتركني، لا قال لي أكون أصول، أكون نظام. زين اللباس مالك، أكو عندنا اللباس يستحب يكون أبيض مثلا للصلاة، مثلا يستحب التختم مثلا. إجا وضح لي قضايا البدن، الإدهان مستحب، هواي أشياء ربطها بالبدن. ليش؟ لأن أنت بدن وروح، فلازم تتغطى عندك حاجات البدن حتى تتقوى بها على شنو؟ حاجات الروح. ربنا آتنا في الدنيا شنو؟ حسنة. وما سكت
قال بعد انت وراك روح وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زين، هذه اهتم البدن مالي، اجى نظم عملية البدن، تزين الزين ما بيش. انت تحب المال، الفلوس، الأعيان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة، صحيح؟ المال له دور يجمل الإنسان، المال يجمل الإنسان. إذا تدخل أنت بمجلس إذا عندك فلوس يحترموك الناس الأوادم، صحيح مو صحيح؟ لكن إذا ما عندك فلوس لا الكل ما يلتفت لك. يعني حلو لو واحد يدخل عادي زين يدخل ما حد يلتفت له، لكن لو مثلا فد واحد ملياردير يدخل شوف كل العين راحت وراه، وين قاعد، شلون قاعد، عدل مو عدل. ولو ان هذا مو مقياس لشخصية الانسان، بس المال له دور، المال له دور ما بيش. الله قال ما بيش اكسب المال، شنو الاشكال في ذلك؟ اكسب المال ما بيش. انا قلت البارحة امير المؤمنين سلام الله عليه كانت تصل غلته الزراعية الى 40,000 دينار ذهب، صحيح مو صحيح؟ فلوس خليه يصير عندك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج من خديجة، خديجة كانت ملياردير ذاك اليوم، زين كانت تضارب، يعني التجار يجون يأخذون منها فلوس مضاربة، تعطيهم فلوس يضاربون بالتاجر. ولهذا عندنا في الرواية ما قام للإسلام من عمود ولا خضر له من عود إلا بمال خديجة وسيف علي وأخلاق رسول الله. المال ما بيش يكسبه من حلال، وتكون تطلع حق الشرعي وتنفق في المعروف، شنو الاشكال في ذلك؟ المال له دور، شنو الاشكال؟ الحديث شو يقول؟ من سعادة المرء ثلاث، يعني من الاشياء اللي تجلب السعادة، من سعادة المرء ثلاث، شنو قال؟ الدار الوسيعة، يبي لك بيت بحديقة غناء، شنو الاشكال في ذلك؟ مو بعضهم ماخذين فكرة يعني المؤمن لازم يعيش مولانا بخرابة، من قال لك على هيك انت يعني؟ ليش يعني؟ عيش هاي الخيرات المنو؟ ها؟ إليك أنت المؤمن، الله خالق هالنعم إليك، صحيح مو صحيح؟ استمتع بيها بس يكون من حلال وفي دربها السليم، شنو الإشكال؟ الله يقول في القرآن: فقلت على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صحيح؟ شنو النتائج؟ شنو النتائج؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، شنو النتائج؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، وبعد ويمددكم بأموال وبنين، صحيح؟ يمددكم بشنو؟ أموال، يعني سيل فلوس ينطيك، شنو الإشكال في ذا؟ بل الإنسان بحاجة إلى أن يمتلك أبناء، الأبناء يزينون الواحد. إذا عندك ابن طيب حباب صالح لطيف مؤمن، لما يجي المجلس أنت هذا زينة إلك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صحيح يا مو صحيح؟ ما بيها شيء، خلي يصير عندك بنين، شنو الإشكال في ذا؟ أكو واحد إجا للإمام الحسن سلام الله عليه، أولاد ما عنده، أولاد ما عنده، في ناس يشكون من العقم النساء رجال فلاد ما عدنا. فإجا للإمام الحسن سلام الله عليه يشكو له العقم، فقال له الحسن سلام الله عليه: استغفر الله. هذا راح استغفر الله، بس استغفار واقعي مو لقلقة لسان، لا، الندم على ما فات، العزم على الترك، إرجاع حقوق الناس، قضاء حقوق الله عز وجل، على كل استغفار واقعي يعني. فراح استغفر، صار النتيجة صار الله رزقه 8 من البنين، 8 أولاد ذكور مرة واحدة انطى، لا إله إلا الله، حول هذا مولانا اتورط مرة واحدة 8 ذكور، على كل حال ما بيه شيء، شنو الإشكال في ذا؟ إذا واحد زوجته ما تقدر ترضع خليه يستأجر مرضعة، ما بيه شيء، يستأجر ما يستأجرون عادي. يعطيها بعد الأجرة مالتها ما بيش. هذا مولانا استغرب، قال شنو الربط بين الاستغفار والبنين 8 من البنين؟ خلنا أرجع للإمام الحسن سلام الله عليه أسئله. رجع للإمام
سيدي مولاي انت قلت لي استغفر الله، الله رزقني 8 من البنين مرة واحدة، شنو القضية يعني، شنو الربط بين 8 والاستغفار؟ قال قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نصع البنين صحيح مو صحيح؟ قال سيدي صحيح. فهم الله مع السلامة. شنو الإشكال في ذلك؟ بنين، خليه يصير عندك بنين. شوف التفسير حلو، مو احنا عندنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا صحيح؟ وعدنا آية تقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، صحيح ولا؟ إذا تبي تروح المسجد تكون تزين، تتعطر، تتلبس، تبي تروح تقعد يا مؤمنين صلاة جماعة. ولهذا عندنا مكروه الواحد ياكل ثوم وروح المسجد، مكروه ترى، مكروه. شوف ايش قد الإسلام دقيق، حتى بالروائح الحساسة لا تأذي إخوانك المؤمنين حتى بالرائحة الكريهة. شوف ايش قد الإسلام حلو. فتتطيب تتعطر ها تروح المسجد. في تفسير هاي الجنب بين الآيتين المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني شنو؟ يعني إذا تبي تروح المسجد خذ وياك منه المال والبنون لأنهم زينة. فودي ياك فلوس وودي أولادك يعني المسجد، لما تجيب أولادك المسجد هم يتعلمون يتنظمون يسمعون لهم موعظة فقه في الدين أحكام. ود الولد ود ياك فلوس، تود فلوس ليش؟ دعم مشاريع خيرية، بعض أوقات فقراء يجون المسجد. هذه من أحد التفاسير الجميلة جدا اللي رأيتها. فهذه حاجات الجسد إذا تغطت كل الزين. هذه بعد يبدأ عندنا حاجات الروح. حاجات الروح الإنسان مثل شنو؟ شنو يريد الروح؟ مثل شنو؟ مثل الصلاة. الصلاة حاجة روحية، المناجات، الدعاء، الصوم، الحج، هذه العبادات، هذه تلبي حاجة روحية. لأن الإنسان شلون يهذب روحه؟ عن طريق الاتصال بالله عز وجل. زي شلون تتصل بالله؟ عن طريق الصلاة، التكبير، التسبيح، التعظيم، التهليل. الصلاة لها دور كبير في تهذيب الإنسان. أنت تبي تعالج لي مشاكل بالمجتمع تقول لي شيخنا مخدرات عندنا، زنا عندنا، لواط عندنا، ظلم عندنا، فحشاء عندنا، غيبة عندنا، تهمة عندنا، تفرق عندنا، أشكال وأنواع من المنكرات الأخلاقية موجودة بالساحة. شلون أنظفها؟ شلون أنظفها؟ أنظفها بالصلاة. ليش؟ لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما قال شيء ثاني ينهي عن الفحشاء والمنكر. ما يجيب لي آية تنص على أن أكو شيء ثاني ينهي عن الفحشاء والمنكر. ما كله. إن الصلاة تأكيد، هذا إن للتأكيد في التأكيد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأنا أريد أتكامل روحياً. هاي التكامل الروحي ما يجي هالشكل. لازم صلاة، صوم، حج، مناجات، دعاء، توسل، حضور مجالس الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح مو صحيح؟ فبحاجة إلى أنا برنامج روحي. فالإسلام جاء لكي يحقق السعادة للبشر. السعادة للبشر ما تحصل إلا بإشباع حاجات البدن وحاجات الروح. هذا ولازم يمارسها الإنسان بشكل متعادل، لا إفراط ولا تفريط. بلي هو الإسلام يريد يخلينا نحن نفكر في الناس، راح يكون رحمة للناس. لا تفكر في نفسك، لا فكر في الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاب قانونين، جاب قانونين على أثر وجود هالقانونين عامة اليهود بالمدينة أسلموا، دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله شنو أفواجا. شلون دخلوا الإسلام؟ أنا حين أريد هالكفار والمسيح واليهود يدخلون الإسلام، شلون أدخلهم؟ لازم أبين لهم محاسن الإسلام، عدل أبو عديل، فضائل الإسلام، مكارم الإسلام. أكو شغلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابها، بس للأسف إحنا ما نطبق الدين. يعني هنا من علامات آخر الزمان أكو رواية: لا يبقى من الإسلام إلا رسمه. يعني مكتوب دين الدولة الإسلام، بس الدولة تطبق الإسلام؟ لا، تطبق قوانين غربية وضعية. ولهذا احنا صارين متخلفين، لأن ابتعدنا عن الإسلام وقوانين الإسلام وأحكام الإسلام وتورطنا. ومن اللي ورطنا؟ الحكام الفسقة وتهتك العلماء، مثل ما قلت البارحة، صنفان حديث عن رسول الله، صنفان من أمتي إذا صلح صلح العالم كله، وإذا فسد فسد العالم كله. منو؟ الأمراء والعلماء. لأن الأمراء بيدهم دنيا الناس، يعني حاجات البدن، والعلماء بيدهم شنو؟ دين الناس. فإذا انصلحوا الأمراء والعلماء، يعني شنو؟ يعني انصلح البدن وانصلحة الروح، صار سعادة. واضح يا مواضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاب قانون، تري شنو قال؟ قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك، من مات، الرواية من مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وترك ضياعا أو دينا فإلي وعلي. خوش نص. النص الأول: من مات وترك مالا فلورثته. يعني شنو الحكي هذا؟ يعني الدولة، هو مؤسس الدولة قال إذا واحد مات وترك مال، المال للورثة في أمان الله مع السلامة، بعد أنا كحكومة حقو أخذ ضرائب عليه، ها؟ حقو أخذ ضريبة. ليش؟ طبعا أيام العرب الجاهلية هم يأخذون ضرائب، في كثير حتى الآن من الدول اللي تحسب نفسها متمدنة وفي حضارة وكذا، المال الموروث يأخذون ضريبة عليه. هني أعتقد خويا يأخذون يوم ما يأخذون يأخذون ظاهرا، ها؟ ما تأخذ الدولة ضريبة على المال الموروث؟ ما يقمرقونه، ها؟ لا أسألكم، جاوبوني، يأخذون صحيح مصر؟ المهم يأخذ، مخلين ضرائب. رسول الله يقول إذا واحد مات أنا ما أخذ ضريبة، حق وأخذ ضريبة يا أخي، خلي يروح للورثة ماته، ليش أنا أقمرقه؟ ليش أخذه؟ حرام، ما يجوز شرع، خلي يروح للورثة في أمان الله مع السلامة. أصلا قانون الضرائب باطل في الإسلام، ماكو ضرائب عندنا في الإسلام. بس هنا تريد تبني بيت لازم تنطي ضريبة، صحيح مو صحيح؟ يسلبونك ضرائب. ليش يا أخي أنا إنسان حر أبي أبني بيتي يا أخي، ليش أعطي ضرائب؟ أبي أبيع الأرض مالتي، ليش أعطي ضريبة؟ ليش؟ جيب لي أنت آية من القرآن أو حديث من النبي جوز هالعمل هذا، ما يجوز شرعا. يا خنا بيع الارض للزيد لعمر لخالد، انتون الدوله تستنزفني ضريبه على اساس؟ باي حكم انا اعطي ضريبه؟ اريد ابني بيت يا اخي، كيفي انت حقو تاخذ مني ضرائب؟ حقو تسلبني ضرائب؟ ام باوقف سيارتي في الشارع العام، انت حقو تاخذ مني ضريبه على اساس؟ استنزاف هذا. ولهذا من احد اهداف بعثه النبي شو يقول؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا غل، هذا غل. هذه يا أخي أنا جايب بضاعة من الخارج أم بقى تاجر بها، أنت ليش تأخذ مني ضريبة؟ إحنا ما عدنا ضرائب في الإسلام إلا الخمس والزكاة والجزية والخراج فقط لا غير، غير هالضرائب ماكو. ورسول الله خاض 84 حرب وحرر العالم ونشر الإسلام بهالضرائب الأربع، أكثر من هذا ما أخذ. الدولة إجت تأخذ ضرائب من الناس، هذا حرام شرعا ما يجوز.
ايش قال بابا؟ من ترك مالا فلورثته في امان الله. شلون يسوي اليهود بعد؟ شنو قال؟ قال من مات وعليه دين او ضياع، يعني اطفال، يعني ورث اطفال مالهم احد، او مديون، من مات وعليه دين او ضياع فالي وعلي. يعني شنو؟ يعني اذا واحد مات وهو مديون انا اؤدي دينه، بعد ما يروحون الناس يزاحمون الورثة، لا اقول مو مرة واحدة تجي للدولة، تعال تفضل انت شقد مني؟ 10,000 دينار، تفضل في امان الله مع السلامة. خوش قانون هذا. وقال اذا واحد مات وترك اطفال ضياع ما عندهم نفقة، انا اتولى نفقتهم وكسوتهم بالمقدار الكافي. بعد شو تريد؟ سوالك ضمان اجتماعي في امان الله مع السلام. مولانا الجليل اليهود كلهم اللي بالمدينة اغلبهم اسلموا، قالوا خوش قانونا. اذا واحد مات منا ومديون، ها مهمة تفكيرهم اقتصادي وعندهم ثروة اقتصادية، ما بي شيء، هم جوا لاجل المال ما عليه، بس ذول الاولاد صاروا مسلمين بيتأثرون بالإسلام، عوائلهم بتتأثر في أمان. زين خوش، هذا مكسب عظيم. فأسلموا اليهود، خوش قانون. واحد ميت عليه ديون أنا أديه، واحد ميت وعنده أطفال ما لهم أحد أنا أتكفل بهم، شنو الإشكال في ذلك؟ هذا قانون إسلامي. ها وين أنت مطبقينه؟ هنا أنت مطبقينه شكل قانون؟ إذا واحد مات ومديون الدولة تأدي ديونه؟ لا فهم. إذا واحد مات وعنده 10 نشمات الدولة تتكفل به؟ رسول الله يفكر بالناس بالمستضعفين، أي ما يفكر بنفسه. تعرف رسول الله مات وهو مديون، مات مديون 50 صاع ليهودي. عندك خبر يا ولا ما أخذنها لقوت يومي؟ من هنا أنت تحصل لك فت واحد حاكم مات مديون؟ اي نعم، مصيبة. احنا ضايعين يا اخي، لان الاسلام ما مطبق. الله يقول ومن اعرض عن ذكري، شنو النتيجة؟ فان له معيشة ضنكا. ضنكا يعني شنو؟ يعني ضيق وهم وغم وألم. شنو؟ ومن أعرض عن ذكري، شو معنات أعرض عن ذكري؟ يعني اللي يبتعد عن قانوني عن أحكامي يعيش حياة فاشلة، هو هذا في أمان الله. هاي خلاصتها كلها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاكم ونبي ومعصوم ورحمة للعالمين. اقول انا ما باطلع من هالدنيا واحد يطلبني. زين شو اقول انا؟ يا ريت حكامنا وامرائنا وزرائنا ومسؤولين يتعظون بالقصة هاي. رسول الله على فراش المرض، طبعا سم رسول الله دس اليه السم عن طريق امرأة يهودية، وقالت إذا كان ملكا أرحت الناس من، وإذا كان نبيا ها فهو بروح الجنة. صحيح، جابوها للنبي طبعا هاي المرأة اليهودية، فقالت هذا إذا كان ملكا أرحت الناس من، صحيح، وإذا كان نبي هذا يروح الجنة مو خسران. فعفى عنها النبي عفو عام سوى.